السلام عليكم. كما تشوفونا رحنا في جنب الواد الشريعه اللي غادي يولي واحد المنتزه ويعطي واحد الجماليه لمدينه بركان. كما تشوفوا الطريق هنايا اللي غادي تكون اصلاحات ان شاء الله مستقبلا، تقريبا راهم خدامين فيها الاشغال ديالها، وغادي تعيشوا مع الفيديو وتشوفوا كاع هذا الطريق فين غادي. في هذا الفيديو نستعرض عليكم يعني بعض اللقطات من الاشغال اللي راها بدات هذه بشحال يعني من واد شريعه سيدي سليمان. يعني كاين واحد اعاده تهيئه واد شريعه انطلاقا من قنطره سيدي سليمان واد شريعه وصولا الى القنطره التي تربط يعني بين واللوث والتزاغين. كما راكم تشوفوا هنايا هذه هي البدايه ديال الاشغال هنايا ديال القنطره. غادي يعني يهيئوا واحد هذا المكان يعني وان شاء الله غادي يكون يعني واحد المنتزه يعني صالح للساكنه، مما سيعطي واحد الجماليه لهذا المكان هنا. ومنتزها سوف يفك العزله على الساكنه واعطائها حله جديده تقريبا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا الاشغال راه بدات هذه شحال هنايا. غادي نخليكم مع الفيديو وتشوفوا الطريق من غادي من قنطره واد شريعه سيدي سليمان حتى تقريبا القنطره ديال تزاغين تزاغين وولوت.